السلام عليكم، سميتي الزهير بن بوسيدي، انا من النزلاء ديال الرعايه الاجتماعيه بالحي حساني. تنرى واحد من الدراري لخوتنا تا هما اللي كانوا مشردين، تنرى واحد منهم تنرى شردون هاد الناس هادو، فهمتيني؟ و شنو من على حياتك كيفاش عشتي حياتك؟ انا الحياه ديالي عشت عذاب، ما نكذبش عليكم، انا الحياه ديالي من نهار تزاديش، ما من نهار حليت عيني ما عقلتش على شي حاجه زوينه دوزتها والو. يعني هاد الناس هادو فهمتيني ما عطاوناش شي حاجه في الصغر ديالنا زوينه اللي غادي نشوفوها ونقدروا نعيشوها حنا في الكبر ديالنا، لا سمعتيني؟ يعني فهمتيني، دازت الحياه ديالنا عذاب، ما نكذبش عليكم. هاد الناس هادو تعدوا عنا وحنا في صغار، باقيين صغار وتعدوا عنا في شحال من حاجه، تعدوا عنا في قريتي انت؟ انا قريت وخرجت من اولى اعدادي، فهمتيني؟ خرجت من المدرسه، يعني ما كانوش بزاف الحوايج موفرين في المؤسسه، يعني كنا تنبغيوها ادوات، فهمتيني؟ يعطوك دفتر ودفتر ناقص، يعطوك شكاره وفهمتيني، والاخر سميتو الادوات كاملين ناقصين، فهمتيني؟ تمشي في الشكاره وتطويل، يعني فهمتيني؟ ما كناش نمشيو للمدرسه، بعض المرات كنا تنمنكو، هذه على حساب هادشي الاستاذ ما كانش يدخلنا، على حساب الادوات ديالنا اللي ما كانش يعطيهم لنا كاملين مجموعين. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى تيدوز العام ما تناخذو حتى شي حاجه. اليوم انت شنو كدير؟ دابا انايا ما تندير والو، دابا انا راه خدامه في سميتو مع واحد الدراري الفوق في السوق الدول النصراني، خدام واحد الدري شماكين، فهمت؟ تنعاونو تسخر ليه الا بغى شي حاجه ولا هادي تنجيبها ليه، دير لي هذيك 100 درهم من النهار، المهم باش يلاه ما نمشيش نشفر وهادي، تنجي نبات مع الدراري هنايا خوتي في البرارك في الرعايه، فهمتيني؟ وما باش يلاه ما نمشيش نشفر وما نمشيش للحبس، فهمتيني؟ حقاش انا مشيت للحبس، مشيت واحد ما هي مره ما هي جوج، مشيت للحبس فهمتيني، وما بقيتش باغي نشوف الحبس كيداير، مشيت للحبس بسبب هاد الناس هادو. كان داك الشيء ناقص لا في ناحيه التغذيه فهمتيني، لا من ناحيه المعامله ديالهم، بزاف د الحوايج كان داك الشيء فهمتيني، تقمعونا وشي ياخذونا ديالنا وتتعدوا علينا، كان ديك الساعه باقيين صغار. علاش شديتي؟ شديت على قبل السرقه اخر الشفر باش يلاه ناكل، ما لقيتش باش ناكل، ملي خرجت من المؤسسه زرعوا عليا، بقيت في الزنقه ما لقيتش باش ناكل، خرجت مشيت شفرت وهادي فهمتيني، مشي يلاه ناكل، مشيت شفرت باش نبزنز وندير شي حاجه خايبه ولا هادي فهمتيني، مشيت شفرت باش ناكل. كتب عليا واحد المنتج في الاولان، وملي خرجت عاوتاني تميت شي عندهم باش ندخل، حبسوني حدا الباب قالوا لي لا ما غاديش تدخل، قلت لهم علاش؟ قالوا لي انت مطرود، مشيت ضرب شي الحبس وخرجتي ما غاديش تدخل عندنا المؤسسه، قلت لهم صافي ماشي مشكل. تميت غادي مشيت نعس في التيران، نعس واحد الصبحيه في التيران، جابوا لي رجال الامن على الصباح، جاو ريبوا عليا البراكه وخرجوني، قالوا لي ما تبقاش الدور هنايا حدا المؤسسه، قلت لهم علاش؟ انا ولد المؤسسه وجرعوا عليا وشردوني، وكيفاش انا ما بقاش ندور في المؤسسه؟ انا تنطالب منهم ماشي حاجه يديروها لي باش انا نكون، باش انا نوصل فهمتيني، ونكون انا واحد المثال من امثله ديال الناس الاولين اللي دازوا في عين الشق، وهادي اللي الدراري اللي قراو واللي وصلوا، كاين اللي ولا وزير، كاين اللي ولا قاضي، كاين اللي ولا كل شنو ولا فهمتيني. تنشوف انا من كنت باقي صغير في مؤسسه، تنشوف ديما المقاطعه تيجيو يتعاونوا معاهم، تيجيبوا لهم الخضره، تيجيبوا لهم جميع الخضر كامل والديسير داكشي كامل اللي ما تيتخيلش تيجيبوه لهم، وتيقول لك حنا راه تنخسروا على الدراري وما تيخسروا عنا والو. فين هي الميزانيه ديال الدوله؟ انا بغيت نعرف الميزانيه ديال الدوله وديال المحسنين فين تتمشي؟ وكنا باش كنا تنتغداو، كنا تنتغداو بسميتو تحطون تنتعشاو بنص وفرماجه، حتى شي حاجه من فوق منه ولا شي حاجه والو، نص فرماجه باش نتعشاو، والغداء البطاطا والزيتون ديما، والسبت والحد تتلقى هي العدس ديال اللوبيا، يعني السيمانه تتلقى فيها البطاطا والزيتون، والسبت والحد تتلقى العدس واللوبيا. انا راه ما عندي حتى شي واحد فهمتيني، ما عندي لا ام لا اب لا حتى شي واحد فهمتيني، نهار حليت عينيا ما شفتش والديا كاع، ما عرفتهم اش كيدايرين، حتى في الصوره ديالهم ما عارفاش كيدايرين. هذه المعيشه اللي عايش فهمتيني، اللي تنشوف راسي فهمتيني، عقدة عندي فهمتيني، تنشوف ديما واحد العقدة عندي هي من ناحية الوالدين، وما عندكش فهمتيني، تنشوف راسي ما عنديش الوالدين، تانا راه تنشوف أي واحد غادي مع مو ولا باه ولا هادي تنبقى نشوف، تنبقى نشوف تيقول شوف هذاك عنده مو باه وأنا فهمتيني، يعني هو الناس هادو اللي كانوا اللي كنا تحساب اللي كنا تعتبرهم حنا كوالدينا وهادي، يعني ما اعتناوش بينا كاع، لا في صغرنا لا في كبرنا، دابا ملي كبرنا ما اعتناو بينا، ما فكروا فينا ما والو، بحال ولادهم ما فكروا فينا ما والو، الله يومين ولا يومين فهمتي، يعني جاية تا هما داك الشيء ديالهم، تا هما غادي نشوفوا حنا بعينينا، كيف ما الاولين اللي كانوا هنا في الاداره كانوا تيشفروا وكانوا تيديروا بزاف د الحوايج كانوا تيديروهم، ياك في الاخر فهمتيني
طاحش عليهم الورقه كلشي مشى للحبس ديك الساعه كلشي ضرب الحبس. انا فهمتينا يبقاو فيا الدراري دابا تما اللي خوتي تما كابرين معايا وهادي يعني دابا تنقول انا تنبغي نوصل واحد الميساج فهمتيني لكاع الناس وكاع المحسنين وكاع الدوله تاهي هي فهمتيني وسيدنا الله ينصرو تاهي هو تنوصل هذا الميساج هذا يعني حنايا كيف ضعنا حنايا وشفنا الزنقه وشفنا الحبس وشفنا شحال من حاجه وقبل ما نشوفوا الحبس شفنا الزنقه هي الاولى عاد شفنا الحبس يعني هذوك الدراري اللي لداخل تما من عطاهم واحد الاقتراحات باش يخرجوا عطاهم واحد المبلغ اللي هو قصير يعني فهمتيني في مده 15 يوم غادي يدير ليه والو هذاك المبلغ يعني يقدر يكري به نهار ولا شهر ولا شهرين يعني مشى يعني تما بغيتهمش يضيعوا تما بغيتهمش يوليو بحالي انا فهمتيني انا متشرد وادي بغيتهمش تما يتشردوا بغيت انا نكون نشوف خويا اللي كبر معايا وعاش معايا في خيريه بغيت نشوفو تما ونشوفو في الزنقه ولا في المجتمع ولادي غادي وتشاوك بحال بحال كاي مواطن نشوفو غادي نشوفو بخير غادي وادي ما نشوفو لا مسطي لا تيشفر لا تيمشي الحبس لا والو يعني بغيت نشوف الدراري تما بخير كاملين كيف ما انا ضعت وضيعوني دوك الناس الله يخطفهم الحق فهمتيني وانا خليت لهم الله كيف ما انا ضعت ما بغيتش هذوك الدراري اللي داخل تما يضيعوا بحالي وهادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.